تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة تهاني عيسى مفادة التلفزيون المصري من دبي بالإمارات العربية المتحدة. أستاذة تهاني، ضعيني في صورة سير العملية الانتخابية حتى اللحظة في دبي. مساء الخير عليكي. النهارده هنقول انطلقت منذ الصباح الباكر 9 صباحا بتوقيت دبي دولة الإمارات، بالسابعة صباحا بتوقيت جمهورية مصر العربية، مارسوا الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس في مقر اللجنة الفرعية بالقنصلية العامة بدبي. بدأت صناديق الاقتراع بفتح الصناديق وشهدت توافد عدد من أبناء المصريين في الخارج والجالية المصرية بدبي. هنقول السفارة والقنصلية استعدت بطريقة منظمة جدا، مكان للخروج، مكان للدخول بشكل منتظم. شاهدت يعني أثناء التوافد الجالية الأسر، شباب جميع الأعمار، كبار السن، حتى ذوي يعني هنقول الاحتياجات الخاصة. يعني هنقول أكيد من الصورة اللي أنا بعتها مشهد جميل رائع بيمثل يعني مدى حرص وحب المواطن المصري في كل مكان وفي الخارج، وبخاصة إن هو جاي يعبر ويشارك ويقول لك يعني بسألهم يعني جايبين أطفالهم، جايبين يقول لك لا لازم أولادنا يشوفوا العملية الانتخابية، يطلعوا يحسوا. كمان وجدت ان هم بيبعتوا رساله لكل اللي موجود لسه ما جاش، انزل وشارك، ده يعني واجب وطني. ورغم ان النهارده يوم عمل بدبي الا ان هناك توافد من ابناء المصريين المقيمين في الخارج في دبي. يعني كمان التواجد دوت بيعبر عن مدى حرصهم على المشاركه، رغم يعني اقول لك ان بلدنا محاطه بكل المخاطر، فلازم ننزل ونشارك ونبين صوره للعالم ان احنا حريصين جدا على المشاركه ونبلي بصوتنا انه ده واجب وطني علينا، دي بلدنا ولازم نحافظ عليها. صورة من لوحة كبيرة لرسم سياسات الوطن والجمهورية الجديدة لما هو قادم. تتحدثين عن تواصل الأجيال وتربية الوعي السياسي في اصطحاب الأطفال أو صغار السن للإدلاء بالأصوات أو مشاهدة ذويهم أثناء عمليات الإدلاء. ماذا عن الأحاديث التي تدور في كواليس هذه العملية الانتخابية؟ كيف يتداول المصريون في الخارج سياسات رسم الدولة المصرية والأمل فيما هو قادم؟ الأحاديث كثيرة جدا. هنقول يعني الشيخ والمسجد والجامع والكنيسة كله بيشارك. أنا جيت عند أطفال وسألتهم ليه داخل وبتاخد البطاقة الانتخابية علشان تحطها أنت؟ قال لي عشان لما أكبر أنا اللي يعني أشارك ويبقى صاحب رأي. الأم قالت احنا بصراحة لازم نكمل المسيرة، لازم نكمل مسيرة البناء، واللي حصل في مصر ده ما حصلش من سنوات. وبننزل بنلاقي صورة تانية، مشاريع الشباب برضك حريصين جدا ان هم ينزلوا ويدلوا بصوتهم. زي ما قلت لحضرتك شفت برضو اللي هم ذوي يعني كبار السن كانوا موجودين، سيدات كبار، الأسرة جاية بكامل أفرادها. مصر يعني رغم ان احنا حاسين بالخطر حواليها وشايفين ان بلدنا في خطر، لازم نقوم ونشارك ويبقى يعني نبين للعالم زي ما باكد ليكي ان احنا في مصر في انتخابات ولازم نقوم ببلدنا، ولازم يعني مسار التنميه يتم استكماله، لابد من استكمال مسيره البناء والتقدم اللي حصلت في مصر، لابد من البناء يستمر اكثر واكثر رغم الملفات الاقتصاديه المعقده، لكن احنا مع بلدنا وهنفضل معاها.
هنقول كمان اللي هم يعني الشخصيات كبيرة جدا على المستوى السياسي والاقتصادي والمنظمات المجتمع المدني مشاركة هنا وبقوة. احنا جايين هنا ندعم مصر، ولازم مصر يعني بلدنا تقوم بينا مش بحد تاني من الخارج ومن الداخل، وبنرسل رسالة لازم نستكمل مسيرة التقدم، لازم ننزل كلنا. بيدعوا ودعوا كتير جدا من الأسر ان هم ينزلوا ويكملوا ويدلوا بأصواتهم، وأكدوا ان النهاردة يوم عمل لكن بكرة هيشهد توافد أكثر وأكثر من اليوم. نعم، المرأة المصرية لها حضور وبقوة دائما في عملية المشاركة السياسية، هل يظهر الدور بشكل جلي في الإمارات العربية المتحدة والمرأة المصرية في الخارج؟ يعني مش هبالغ بقول لحضرتك ان هي معاها اطفالها، معاهم يعني اطفال بيبيهات، معاهم اطفال يعني من اعمار مختلفه، مصره ان هي تيجي وتشيل ابنها وتشيل أسرة وتاخد يعني في اسره كامله داخله زوج وزوجته ويعني وجميع افراد اسرته اولاده واخواته اتجمعوا بعد صلاه الجمعه علشان يجوا يدلوا بصوتهم. السيدات كان لهم تواجد، الشباب كان ليهم تواجد، فكله بياكد لازم نتواجد وحريصين جدا على المشاركه. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذة تهاني عيسى مفادة التلفزيون المصري من دبي بالإمارات.